السلام عليكم طلاب مرحلة ثالثة، أرجو من الله جميعا أن تكون بخير وصحة وعافية. الجزء الأخير من محاضرة الميموري ديكودينج أو الميموري انترفيسينج راح يكون نهاية اليوم إن شاء الله في هذه المحاضرة الأخيرة، واللي راح نتناقش بها حول الميموري انترفيسينج ويا المايكرو بروسيسورز، اللي مثل ما تتذكرون احنا بدينا بال 8088 ثم ال 8086 يعني 8 بت ثم 16 بت، ثم بعدين بدينا اخذنا ال 186 286 وصولا الى ال 386 اس اكس موديل، عفوا الاس اكس موديل. كل هاي الموديلات هي عباره عن 16 بت، يعني الداتا باص مالتها ماكسيموم 16 بت. هاي الموديلز اللي هي من 886 الى 36 اللي هي الانترفيسنج مالتها يكون عباره عن الادرس باص يبدي من 20 بت الى 24 بت، انتبه لها الملاحظة 20 او 24 نفس الشيء. الادرس باص مجرد صار بي اكستنشن، لكن الداتا باص بقى ماكسيمم عبارة عن تو بانكس، اللو بانك والهاي بانك اللي هي 8 بت او من اللو او 8 بت من الهاي او 16 بت لكليهما. فلذلك يعني انت تركز لسهولة الموضوع، اول ما تقول ال 8088 خلاص هي عبارة عن الادرس بس مالتها 20 بت، الداتا بس مالتها 8 بت. 8086 الى ال 386 اس اكس موديل راح يكون الداتا بس مالتها 16 بت، وايل الادرس بس مالتها يا اما 20 بت كما هو الحال في ال 8086، او من يصعد الى ال 386 اس اكس موديل راح يكون عباره عن جيد، يكون عباره عن 24 بت الادرس باص مالتها، لكن ما يغير بالديتا باص شيء. لاحظنا بال 886 بالمحاضره اللي مضت، العفو بال 886 بال 186 بال 2 ثم ال 386 اس اكس موديل شلون نقدر نتعامل نسوي ميموري ديكودينج، وشفنا بوضوح شلون نتعامل ويا الدونت كير بت او بتس، او شفنا شلون نتعامل ويا تشيب سيلكت مره اخرى. فبالملاحظه يعني راح اذكركم ببعض الاشياء المهمه بالمحاضره اللي مضت سابقا، اللي هي الاكستنشن مال كان بدينا من هذا 886 وصول او 16 الى وين، الى ال 386 واللي اقصد به هنا الاس اكس موديل. طبعا مثل ما قلت لكم هو بيها تو ميموري بانك، والتو ميموري بانك جينا بعدين اخذنا كنا نحتاج الى توليد رايت كنترول سيجنال. هاي الرايت كنترول سيجنال نجيبها اورنج ويا البص هاي انيبل، ليش؟ مايكرو بروسيسور 886 صعودا من توصل بالمايكرو بروسيسور مالتك الى 16 بت، الى 16 بت للداتا باص تحتاج المايكرو بروسيسور يحتاج الى ان يدخل تو كنترول سيجنال، الباص هاي انيبل وياخذ دونت كير بت وحده اللي هي اي نوت من الادرس باص. وعلمتكم على طريقه او معادله في نهايه المحاضره السابقه شلون نقدر نحسب النمبر اوف دونت كير بتس، وشلون نقدر نحسب النمبر اوف ميموري بانكس، النمبر اوف ميموري بانكس بالاعتماد على نوع المايكرو بروسيسور الموجود عندنا. فعلى سبيل المثال هذا الـ 886 وصعودا الى 386 اس اكس موديل، شوف نحتاج الى توليد تو كنترول سيجنال، هاي رايت واللو رايت كنترول سيجنال، يعني عفوا الجزء اللي نحتاجه للاهميه لا تنسى دائما رجاء، هو نحتاج توليد رايت كنترول سيجنال. يعني احنا بال 888 الفيرجن القديم مالتنا كان عندنا كالاتي، بال 888 مايكرو بروسيسور، بال 888 مايكرو بروسيسور كان عندي اولد احتاج داتا بس وحده 8 بت، فهاي ال 8 بت بها رايت كنترول سيجنال وحده، والرايت كنترول سيجنال تربط من المايكرو بروسيسور مباشره. الان صعدنا الى ال 886 فاحتاجينا توريد تو رايت كنترول سيجنالز. ال 886 وصولا الى ال 386 مثل ما شفتوا بالمحاضره المضت نحتاج الى تو رايت كنترول ستروب. فهاي تو رايت كنترول ستروبس منين اجيبها؟ اجيبها بما انه هذا الموديل عندي هو 16 بت اللي هو من ال 886 الى ال 386 اس اكس موديل، احتاج الى بس هاي انيبل
جديده. اذا دخلت بالكنترول سيجنال عفوا المايكرو بروسيسور كنترول سيجنال اللي هو 8288 راح يولد لي كنترول جديده سيجنال جديده اللي هي الباص هاي انيبل، واني راح عندي من الادرس باص اخذ الاي نوت فقط. ليش؟ لانه تو بانكس، تو بانكس، تو سيبريت بانكس. فنرجعكم للملاحظه اللي كنت حكيت لكم بها، اثنين اس كم كنترول سيجنال هنا؟ وحده، اذا اثنين اس واحد تساوي لنا اثنين. اذا اني على مود اولد رايت كنترول سيجنال احتاج الى البص هاي انيبل زائد الاي نوت وادخل وياه هنا الرايت كنترول سيجنال. في حين ال 888 مباشره ما يحتاج هذا السيجنالز. ليش؟ لان مجرد ما الرايت كنترول سيجنال اللي جت من المايكرو بروسيسور مباشره تدخل وتربط مباشره من جهه المايكرو بروسيسور الى اي ميموري تايب. ليش؟ لان الميموري تايب هي عباره انت راح تسوي سلكشن الى ايش قد؟ الى ميموري الى سنجل ميموري تايب. يعني سنجل ميموري تايب فاعتيادي تحتاج رايت كنترول سيجنال وحده. لا والله من السيستم صار تو بانكس احتاج الى انه اخذ دونت كير بت من الادرس بس والمايكرو بروسيسور 886 الى 386 اس اكس موديل اتش بي كنترول سيجنال بس هاي انيبل. من ذن احتاج هاي لوجيك سيركت على مود اولد رايت كنترول سيجنال لللو ورايت كنترول سيجنال للهاي، وبالتالي راح اقدر اكتب على اللو بانك او اكتب وين؟ على جهه الهاي بانك اللي هو يا على 8 بت الاولى يا على 8 بت بالبانك الثاني يا علي انا يا عليهن اثنينهن، وبالتالي تتم عمليه الكتابه على 16 بت من الميموري بانكس. هذا هو الموضوع المهم واللي ردنا العفو نتجادل به. لا تنسى رجاء انه هاي الكنترول سيجنالز تو كنترول سيجنالز ويا تو كنترول سيجنالز اللو رايت والهاي رايت راح تروح الى تو الى تروح الى تو بانكس رئيسيه اللي هي يا 8 يا باللو يا 8 بالهاي وبالتالي يا 16. ولا تنسى مره اخرى رجاء اذكرك بها انه انت عمليا اي ميموري تشيب اي ميموري تشيب ما تقدر تروح تكتب عليه. لاحظ هاي الكنترول سيجنالز اما للكتابه، وطبعا احنا من نحكي للكتابه اذا لازم عندك الموديل مال ميموري هي ستاتيك رام، ستاتيك رام او دايناميك رام، يعني يا ستاتيك رام يا دايناميك رام اولد هذا اللوجيك سيركت. وهاي اللوجيك سيركت يا اما يتم ربطها مباشره بهذا الشكل كلوجيك سيركت، او يتم الحصول على هاي اللوجيك سيركت وتوليدها داخل من هو؟ داخل ال 16 ال 8 بروجرامبل لوجيك ديفايس. يعني بالبي ال دي اولد هاي السيركت اعطيها بس هاي انيبل اعطيها اي نوت ورايت كنترول سيجنال انترنالي راح احصل على رايت كنترول سيجنال للو ورايت كنترول سيجنال للهاي. يعني راح نتذكر هسه قبل اتذكر رجاء انه انت البي ال دي 16 ال 8 يستطيع ان يولد تشيب سيلكت، يعني هو اختصاصه يولد تشيب سيلكت مثل ما ذكر راح اذكركم بالمحاضرات المضت استعملنا الناند استعملنا اللاين ديكودر 74138139 استعملنا البروم برمجناها وحطينا بيها برمجناها بحيث هيئناها ان تشتغل شنو؟ تشتغل شنو؟ تشتغل ديكودر. وجينا بعدين قلنا لا الافضل منهم كلهم ذولا وين؟ بالفيرجنز المتقدمه من الميموري ان نستعمل نبرمج بي ال دي. البي ال دي سيركت هي افضل. ليش؟ لان يعني تحتوي داخليا على انترنال لوجيك سيركت. الانترنال لوجيك سيركت بالامكان برمجتها والحصول، يعني شوف بالاضافه الى لوجيك سيركت نبرمجها ونحصل بسوفت وير خاص ونحصل منها الكنترولز سيجنالز اللي خاصه بالتشيب سيلكت اللي هي اهم شيء. يعني احنا دائما صار ثلاث محاضرات الى اربعه نركز شلون نسوي تشيب سيلكت، شلون نسوي انيبل الى تشيب المعني، عمليه الانيبلنج للتشيب المعني نسوي له انيبلنج ثم بعدين وراها رجاء نركز على تسوي سيلكشن الى ميموري ابو 8 بت او تسوي سيلكشن الى 16، يعني تشيب سيلكت يكون مشترك بيناتهم ابو 16، يلا بعدين اولد كنترول سيجنالز اللي هي لو او هاي او يعني انت بالبدايه لاي ميموري لازم تسوي لها سلكشن، يلا بعدين تسوي لها شنو؟ تكتب بيها او تقرا منها. يلا تكتب بيها. اذا سويت سلكشن الى 16 الى 16 بت معناها اختارت تو ميموري بانكس،
من تختار تو ميموري بانكس. اذا لازم الكنترول سيجنال توفر لها للرايت اسمها لو رايت، والكنترول سيجنال للهاي رايت بالجهه الثانيه. يعني تريد تكتب على الاولى او تكتب على الثانيه، لا والله اذا فعلت الاثنين فتكتب على اللو والهاي، بالاضافه الى الريد، لا تنسى الريد كنترول سيجنال اللي تجي من المايكرو بروسيسور مباشره، وتربط بكل اوت بوت انيبل من اي ميموري ديفايس. طبعا يعني الريد مباشره تقرا، لكن قبل الريد وقبل الرايت انت لازم توفر تشيب سيلكت انيبل. هذا هو الربط بين المواضيع. طلاب يعني انت لو اني تركت لك هنا فد الملاحظه اللي دائما كنا جاد يعني اذكركم بها واجادلكم بها، اللي هي هاي الملاحظه. عفوا ادور بالخمسة واحد بالمحاضرة مالتنا هاي. اني تركت لكم ابندكس مهم جدا. هذا الابندكس يحتوي على جملة ملاحظات مهمة مثل ما اتفقنا سابقا 8086 8088 2 قوة 20 الادرس بس مالته 20 بت يعطيك 1 ميجا بايت ماكسيموم اقدر اعنون ال 1 ميجا بايت. هنا ايش كاتب لك؟ اني قايل لك نو دونت كير بت، ما عندي دونت كير بت، وهذه ملاحظه عباره 8 بت مثل ما شرحت بدايه هاي المحاضره. قلت لك انت عندك شو وقت تحتاج الدونت كير بت؟ من يجي الموديل مالتك 8086 1 2 الى 386 اس اكس موديل، الادرس باس مالتك جديد يكون احتمال يصير. طبعا هذا الادرس باس انا كاتب ادرس باس 24، هو من 20 الى 24 ما راح يغير على الموضوع بشيء، لكن تقدر تعنون وتوصل اذا 24 بت كان الادرس باس مثل ما هو الحال بال 386 224 راح توصل بالعنوانه مالتك الى شقد 4 ميجا. 4 ميجا هنا بكل الموديلز 886 و 186 286 386 موديل ايش عندك هنا؟ عندك الدونت كيربت وحده اي نوت. زين اذا اي نوت دونت كيربت فاثنين بانك از يعني قال لك راح يصير عندك بانك تو بانكس. ليش؟ لانه اثنين اس واحد، رجاء اثنين اس واحد، واللي اقصده واحد الدونت كير بت وحده، فراح تكون تو بانكس. اصعد بعدين هسه واللي هي محاضرتنا اللي احنا بدنا نحكي بها وبدنا نتجادل بها حاليا، اللي هي شنو بالنسبه للموديل؟ شوف تغير الموديل هنا رجاء من ال 386 اس اكس الى ال 386 تي اكس موديل، او نروح الى ال 486 اس اكس ودي اكس موديل مايكرو بروسيسرز، الادرس بس مالتنا راح يصير عباره عن 32 بت. جيد يصير راح عباره عن 32 بت ماكسيموم ادرس. اذا 32 2 اس 32 في 2 اس 2 ب 30 كل 30 طلعها على صفحه، اذا 2 اس 2 هي 4 فهي 4 جيجا، يعني تقدر تعنون الى ايش قد؟ الى 4 جيجا. لاحظ رجاء مثل ما قلنا الموديل هذا راح يكون ب 2 دونت كير بتس اي نوت، يعني احتاج الى اي نوت والاي 1 يا رجاء. اني هاي من دا اخذها كدون كيربت ما دا اخذها عشوائيا، اخذت بذاك الموديل اي نوت كفتني. ليش؟ الاي نوت ويا الباص هاي انيبل كنترول سيجنال ايش ولدنا؟ باص هاي انيبل واي نوت ولدنا رايت انيبل لو ورايت انيبل هاي. هنا اذا عندي راح اذا اخذ الاي نوت والاي 1 كدون كيربت، شوف خذها هنا 2 اس 2 فهي 4 بانكس. جيد، اذا 4 بانك، أربعة بانكس لأن كلهن لازم على تشيب سلكت واحد، تمام؟ مثل ما صارت بال 886 هناك فوق، من صار عندي 16 بت خليت تشيب سلكت واحد يعني انيبلنج مرة واحدة، أربعة بانك انيبلنج مرة واحدة، لا تنسى هاي القضية. ثمانية انيبلنج مرة واحدة بتشيب سلكت. 86 186 2 3 86 اس اكس موديل انيبلنج انيبلنج ايضا الى مره واحده ل 16، يعني ايش قد ما عندك تشيب، عفوا ايش قد ما عندك ديفايسز من ميموري ديفايسز، عندك اربعه وانت الموديل مالتك 886 خلص كل اثنين اخذهن بشيب سلكت واحد، والاثنين البقيه اخذهن بشيب سلكت واحد. ليش؟ لان الموديل مالتي 886 او ال 286 او ال 386 اس اكس موديل ما اقدر اتجاوزه، لازم اخلي تشيب سلكت دائما ايش قد؟ على اثنين. اذا هنا
نفس هاي القضيه تنطرح هنا. اذا كان بالبوينت 3 شنو ايش راح يصير؟ الموديل هو 32 بت، 32 بت يعني يوصل 4 جيجا، كم دونت كير بت؟ 2 2 يصير 2 4، اذا 4 بنك، 4 بنك خلاص. اذا عندك بالديتا باس، العفو، عندك بالميموري اورجنايزيشن مالتك عندك 8 ستاتيك رام، 8 فرضا ستاتيك رام، ما تقدر انت كلهن تخليهن على شيب سيلكت واحد. ليش؟ لانه انت عندك 4 بنك نقدر نتعامل وياهن، نكتب او نقرا منهن. اذا بهالعمليه ايش راح نسوي؟ نحتاج الى chip select for each four banks. شوف القبلة for each شنو؟ two banks. القبلة for each شنو؟ for single banks. لان هي 8 بت، 8 16 32 اذا 4 banks. يعني كل بنك تعطيك 8 بت، 8 في 4 32. اذا انا بالبداية اخلي اشغل ديكودر، هذا الديكودر كأنه يكون 74138 او 139 او PLD واللي هو الاهم، جزء الاهم هنا. ليش PLD؟ ابرمجه بحيث احصل على chip select الى شقد؟ الى 4 banks، بالاضافه الى توليد الرايت كنترول سيجنالز. رجاء نشوف الرايت كنترول سيجنالز هنا شقد راح تكون؟ راح تكون 4. يعني بهذا شقد كانت رايت كنترول سيجنال؟ كانت رايت كنترول سيجنال، رايت كنترول سيجنال للهاي وللو banks مثل ما شوفتكم قبل شويه. زين، للهاي واللو بانكس، للهاي واللو بانكس. شوف طلاب مثل ما موجود هنا، هاي هنا. هذا رايت، هاي رايت، لو رايت. بس ركز لي على هذا وراح اجي اعطيك بالمحاضره الجزء الاخر اللي يهمنا. شوف طلاب هنا، هاي هنا ايش راح يصير؟ راح يصير عندك المفروض تحتاج تولد هذه اللوجيك سيركت. يعني انت اما تبني هاي اللوجيك سيركت داخل مذر بورد، او تبرمج البي ال دي بحيث يوفر لك رايت كنترول سيجنال. كم رايت كنترول سيجنال يوفر لك؟ يوفر لك 4 رايت كنترول سيجنال، يبدي من رايت نوت، رايت 1، رايت 2، رايت 3. ليش؟ هاي تكتب على اليمن على اول ميموري، هاي تكتب على ثاني ميموري، هاي تكتب على الثالثة، وهاي تكتب على الرابعة. يعني منطقيا انت عندك فور شيب. مثل ما قلنا شوف بانك رايت سيجنال فور 386 دي اكس موديل. رجاء من صار دي اكس موديل او فوق اللي هو 486 بشقيه الاس اكس او دي اكس موديل، نعرف انه عندك انت شنو؟ عندك الرايت كنترول سيجنال لازم ايش قد؟ لازم اربعة. رجاء لازم عندك 4 رايت كنترول سيجنال، رايت كنترول سيجنال لللو، ورايت كنترول سيجنال المن لللو، سوري رايت كنترول سيجنال نوت، رايت كنترول سيجنال 1، رايت كنترول سيجنال 2، ورايت كنترول سيجنال 3. يعني عندك 4 بانكس، كل بانكس بها رايت كنترول سيجنال وخلاص انتهت. شوف هذا الفيجر، شنو فرق هذا؟ ضع انتبه عليه، هذا عن هذا. شوف هذا ما يحتاج اكثر من 2 رايت كنترول سيجنال، لكن ليش؟ هذا المايكرو بروسيسور مالته هو عباره عن 886 وصولا الى ال 386 اس اكس موديل، فيحتاج يكتب على البانج اللو او البانج الهاي، او يكتب عليه الاثنين، يكتب على 16. لا والله تطورت الامور، صارت هنا نحتاج الكتابه على الميموري بانج الاولى او الثانيه او الثالثه او الرابعه، فاحتاج اولد رايت كنترول سيجنال. يجي واحد يقول دكتور ذاك الاكزامبل احنا ايش اخذنا؟ احتاجيت الاي نوت اخذتها كدونت كيربت، وجبت البص هاي انيبل، المايكرو بروسيسور ولد من خلال المايكرو، من خلال الشيب اذا تذكرونه ال 8288 الكنترولر وفر له البص هاي انيبل، وهو اخذ الدونت كيربت اي نوت من يم ذنه، دخلهن على تو اور جيتس، جاب رايت كنترول سيجنال، فمره ولد للو ومره ولد للهاي. الان المايكرو بروسيسور يحتاج الان يوفر كنترول سيجنالز اللي هي بس انيبل نوت، بس انيبل 1، بس انيبل 2، وبس انيبل 3. يعني ايش قد يوفر؟ 4 كنترول سيجنالز. ليش؟ ويا الميموري رايت. هنا نشوف بعد الميموري رايت شورت، هنا دخلت هنا اور، دخلت هنا او دخلت هنا ودخلت هنا مثل ما موجود بهذا. شوف هنا الرايت وين دخلت؟ شورت، دخلت للجزء اللو
ودخلت العفو للجزء اللو ودخلت فوق للجزء الهاي. لا تنسالي هاي رايت كنترول اسمها رايت مثل ما موجوده بالمايكرو بريسر، في حين المايكرو بريسر من يعبر الدي اكس موديل تسمى الكنترول سيجنال مال الرايت ميموري رايت تي سي ام دبليو تي سي اكتف لو. هاي تربط وين؟ تربط بالرايت مال المايكرو بروسيسور. يعني هي سوري هي الكنترول سيجنال اللي جاي من المايكرو بروسيسور شو اسمها؟ مو اسمها رايت دبليو ار، اسمها ميموري رايت تي سي، ميموري رايت كنترول سيجنال. هاي نفسها ماكو اي فرق. فتشوف داخله شورت مره هنا للاول وللثانيه وللثالثه والرابعه. اللي اختلف شنو؟ اختلف الباص انيبل نوت، اختلف الباص هاي هناك فقط احتاجت باص هاي انيبل ويا الاي نوت. هنا شو احتاجت؟ احتاجت باص انيبل نوت 1 2 3. ليش؟ هذا الباص انيبل نوت 1 2 3 راح يدخل الى الاول والثاني على مود اولد رايت كنترول سيجنال، اللي هي رايت كنترول سيجنال منو؟ رايت كنترول سيجنال للجزء للميموري بانك الاولى، للرايت كنترول سيجنال للثانيه وللثالثه وللرابعه. اذا اريد اكتب على الاولى افعل الاولى، الثانيه افعل الثانيه، الثالثه كان بها، الرابعه كذا. اذا اريد اكتب عليهم كلهن طلاب المايكرو بروسيسور اللي يكتب 32 بت جمله واحده لازم يفعل كل ذن الرايت كنترول سيجنال هي النوت وال1 وال2 وال3 اكيد. فاذا فعلها لازم ايش عنده؟ لازم الباص انيبل نوت 1 2 3 شغاله والميموري رايت بس يبعث ميموري رايت والباص انيبل نوت 1 اكتف موجوده. ذن منين جوي؟ باص انيبل نوت، باص انيبل 1، باص انيبل. منين جتي؟ جتي من اثنين اس ايش قد؟ اس 2 اللي هي اربع كنترول سيجنالز تولدت اللي هي الاي نوت والاي 1. يعني سحب من الادرس باص، سحب هناك سحبنا اي نوت، شوف طلاب، والباص هنا والباص هاي انيبل، هنا سحبنا راح نسحب باص انيبل نوت 1 2 3 واللي هي بالاساس هي عباره عن 2 دونت كيربت، هي عباره عن 2 دونت كيربت، 2 اس 2 4. ايش احتاج؟ فش من ولد شو ولد؟ ولد باص انيبل نوت 1 2 3 واللي هي جايه منين؟ من 2 دونت كير بت. فتلاحظ هنا العمليه صارت جدا سلسه. هاي رايت كنترول سيجنال. تعال انت من تجي السيستم يصير 64 بت، انا اسالك 64 بت شلون اقدر احصل 64 بت مره واحده؟ طبعا هذا هنا هم راح ارجع اقول لك. بالنسبه لهاي 32 كنترول بت، 32 كنترول شلون؟ اول عمليه عندي ميموري لازم عندي اربع بانكس اربطهم بشيب سلكت واحد، اذا لازم عندي ديكودر اللي هو بي ال دي ابرمجه بحيث اخليه يسيطر على اربع شيبات. وارجع اقول عسى ما عندك 32 شيب من الميموري اورجنايزيشن، ما لي علاقه اني اخذ كل اربعه بشيب سلكت واحد. شوف ملاحظه جدا مهمه، كل اربعه بشيب سلكت واحد، كل اربعه بشيب سلكت واحد وانتهى الموضوع. اذا كل اربعه بشيب سلكت واحد ينطيني، عفوا بعد ما خليت الشيب سلكت عليهم اربعتهن اجي ذاك الوقت اولد رايت وعندي انا الريد. طبعا الريد مباشره تجي من المايكرو بروسيسور، الريد تروح الى كل ميموري، الى كل سنجل شيب ميموري موجود بالاورجنايزيشن مالتك. يعني ايش قد عندك ميموري سواء كانت ستاتيك رام، سيت اوف اي بروم، كلها تربط بمن؟ تربط بالريد مباشره مال المايكرو بروسيسور. الرايت لا والله، الرايت كنترول سيجنال فقط يربط بالستاتيك او دايناميك رام، ويربط وين؟ لازم انا مسوي تشيب سلكت لكل اربع بانكس، كل اربع بانكس بتشيب سلكت واحد، لكن اربعه اول الاولى بيهن لها رايت كنترول سيجنال، الثانيه لها رايت كنترول سيجنال خاصه، والثالثه لها رايت كنترول سيجنال، والرابعه لها رايت كنترول سيجنال اخرى. يعني مثلا عندك انت ثمانيه بانكس لازم شو توفر من سودي كودينج؟ لازم اسوي ديكودينج كل اربعه اخليني بتشيب سلكت واحد، يعني البي ال دي ابرمجه بحيث كل اربعه يخلي لي تشيب سلكت واحد. فاجي الرايت كنترول سيجنال رايت نوت رايت 1 ورايت 2 ورايت 3. شنو بهالحاله هاي ذنه؟ ذنه الرايت نوت اوديها للبنك الاولى، الثانيه، الثالثه، الرابعه اللي على تشيب سلكت واحد، خلينا نقول نسميه تشيب سلكت نوت. التشيب سلكت واحد اللي هو راح يستلم الاربعه الثانيه، ايش اربط عليه؟ ايضا اربط عليه رايت انيبل نوت 1 2 3 الى اخره. ها
هاي هي الفكرة. وأرجع وأقول أتذكر دائما اللي هو المحاضرة هي هاي اكستنشن، يعني امتداد للمحاضرة السابقة. المحاضرة السابقة اللي هي إذا تتذكرون استعملنا بها الديكودينج، وسوينا ديكودينج للميموري اورجانيزيشن باسلوب جدا بسيط، ويعني ما بي اي فد مشكله، وشفنا التحكمات مال الكنترول سيجنالز اللي هي بي. طبعا هاي هنا الطلاب كلها تابعناها وكلها شفنا شلون تصير الميموري اورجانيزيشن مالتها. فقصد الكلام يا طلاب رجاء بس تركزون انه عندك يعني هذا انا بدي احكي سوين على مثلا على الميموري سيستم اللي هو ال 886 مربوط به ستاتيك رام ومربوطه به سيت من ايبروم. زين هذا شنو هذا 886؟ شوف انا يعني راح عودا على القديم على الجديد، عندي اربع بانكس هنا، واحده اثنين ثلاثه خلاص. اذا الكل لوب هاي اربطها بشيب سلكت واحد، كل لوب هاي اربطها بشيب سلكت واحد، يعني اللوب هاي اربطها بشيب سلكت، لكن اللو بانج اربطها بمن؟ يعني بالنسبه لل 886 كانت تربط بمن؟ تتذكر شوف هاي هنا راح شويه اكبر لك اياها واذكرك بها مره اخرى. الفوق هي شنو؟ هي ستاتيك رام، لو 1 لو 2 هاي 1 هاي 2. وراح اجي اقول لك هاي شلون عرفت انه اللو 1 وهاي اللو 2؟ ليش؟ لان هاي اللو الداتا بس مالتها مربوطه بشورت ويا من ويا مباشره اللي وراها، اذا هي هاي لو بانك. والثنين الاخرى مربوطه شنو؟ شوف الهاي ويا الهاي مربوطه شوف بهذا الشورت وطالع قبل، يعني كل شورت هنا دي نوت دي 7، الفوق وين؟ دي 8 الى دي 15، اذا شو يعطيك ماكسيموم 16 بت. وركزنا ببقيتها وقلنا طلاب اذا تذكرون الرايت كنترول سيجنالز هنا، شوف الرايت كنترول سيجنالز اللي هي هنا ايش تصير هنا؟ قلنا تشيب سيلكت يعني اللو 1 والهاي 1 لازم شنو ذولي؟ على تشيب سيلكت واحد، اللو 2 والهاي 2 على تشيب سيلكت اخر. لكن الرايت كنترول سيجنال للو، شوف هاي الرايت كنترول سيجنال اكبر لك الفيجر، هاي الرايت شوف هاي اكتب لو باعه هذا من هنا، شوف حتى الكنترول سيجنال سميها بقتها لو رايت. وقلت لكم افتكر انه هنا عندك لوجيك سيركت تولد لك اللو رايت والهاي رايت، يعني بقتها ان اللوجيك سيركت هاي موجوده هنا اللي تولد لو رايت او هاي رايت، او تستعمل البي ال دي للحصول على اللو رايت والهاي رايت. شوف اللو رايت هذا اللو رايت شورت جاي الى الرايت انيبل. لا تنسى هاي الدوت ورجاء نشوف هذه وين رايحه، شوفها الى الرايت المن مال الميموري بانك الاخرى، يعني هاي لو وهاي لو تربط على لو على الرايت اللو رايت. الهاي رايت باعه طلب رجاء الهاي رايت هي عفوا هذا هو الهاي رايت، هذا هو الهاي رايت شوفه بعد شوية اصعد هاي الرايت، يعني هاي الرايت انيبل مال هاي رايت. شوف الشورت وين يروح؟ الى الهاي رايت انيبل مال هاك شوفه هاي رايت وهذا هاي رايت مربوطه بمن؟ برايت بهاي رايت كنترول سيجنال، يعني الرايت كنترول سيجنال بالهاي. ليش ربطنا الهاي بالهاي؟ لان انت احنا من الريد اول شيء المايكرو بروسيسر شو يسوي؟ يسوي سلكشن. شنو نوع المايكرو بروسيسر؟ 886 وصولا الى 386 اس اكس موديل خلاص يجي عليه يسوي الاتي، شو يسوي؟ يختار لو 1 وهاي 1 يربطهم بشيب سلكت واحد، بعدين يوفر كنترول سيجنال رايت انيبل لو الهاي وهاي رايت انيبل هاي. اذا عنده ثمانيه، مو عنده ثمانيه لازم يخلي شيب سلكت المن الكل اثنين، فسوى شيب سلكت المن لو 1 والهاي 1 شيب سلكت واحد، لو 2 وهاي 2 شيب سلكت واحد. اذا صار الشغل على اللو 1 والهاي 1 لازم يوفر رايت انيبل لو ورايت انيبل هاي لللو 1 والهاي 1. اذا صار الشغل على اللو 2 والهاي 2 لازم يوفر كنترول سيجنالز المن لازم يوفر رايت كنترول سيجنالز الى اللو 2 ورايت كنترول سيجنالز الى الهاي 2 للجزئين. حاليا احنا بالموديل مالتنا اللي صار بيه اكستنشن فقط،
فقط اكستنشن، بتلاحظ انه يعني تمدد او توسع سعه بالموضوع. الرايت كنترول سيجنال من دخلت احتاجيت الى اربعه كنترول سيجنال، هي باص انيبل نوت 1 2 3 على مود اولد شنو الرايت كنترول سيجنال الاربعه. يعني هناك كان رايت كنترول سيجنال لو، رايت كنترول سيجنال هاي، هنا صارت شنو؟ رايت كنترول سيجنال نوت، رايت كنترول سيجنال 1، رايت كنترول سيجنال 2، ورايت كنترول سيجنال 3، كل وحده خاصه بميموري بانك وحدها. وطبعا هاي رايت كنترول سيجنال مثل ما تعرف ما لها علاقه بالايبروم، لها علاقه بالستاتيك اور دايناميك رام اونلي. اذا من 32 بت صار عندي التوسع هو بهالشكل هذا، مثل ما تشوفون الفيجر الفوقه، هذا هو الفيجر، ايضا صار بتوسع اكيد. هاي البنج الاولى والثانيه الثالثه الرابعه، البنج الاولى مالتك الى البنج الاخيره. لو تنتبه هنا رجاء ايش قد عدد البتات مالتك، 1 2 3 4 5 6 7 8، ف 8 في 4 32 بت. اذا 32 بت رجاء، يعني ترى ما احكي فقط على الادرس، رد احكي هنا على الداتا. يعني هنا السيستم 32 بت الادرس باص، و32 بت من هو؟ و32 بت الداتا باص. ليش 32 بت الداتا باص؟ لان اثنين اربعه بنك، كل بنك اربعه، كل بنك يعطيك ايش قد؟ ثمان بتات، ف8 في 4 1 2 3 يعطيك 32 بت كداتا باص. وكادرس باص احسب لك اياها هنا، هنا ما ردت احسب من هنا لان هو مقطوعه بالصوره، فاحسب لك على اي جزء اخر. هي هنا شوف البت سترين 1 2 3 4 5 6 7 8، اعتقد واضحه. ف8 في 4 32، اذا الادرس بس مالتي هو عباره عن 32، واللي اقدر اوصل بي الى ايش قد طلاب؟ الى حدود ايش قد؟ ال 4 جيجا. انا مثل ما وضحت لكم يعني هنا بمكان مكان يوفر رايت كنترول سيجنال 4، لازم شو يوفر كنترول سيجنال هنا؟ لازم يوفر كنترول سيجنال 8. جيد، فبما انه ذلك لازم شو يوفر لي؟ لازم يوفر لي بس انيبل نوت 1 2 3 4 5 6 7، واللي اقصده صار 8. وبالتالي هاي اللوجيك سيركت راح تكسر فقط اكستنشن تتمدد ويا الميموري رايت كنترول سيجنال، فيصير رايت كنترول سيجنال للنوت ولل1 ولل2 ولل3 4 5 6 7. وبالتالي كل ميموري ستاتيك ميموري او دايناميك رام او ستاتيك رام راح يوصل له رايت كنترول سيجنال نوت او رايت كنترول سيجنال 1 او 2 او 3 وصولا الى الشيب الاخير. يعني كل ثمانيه شيبات ثمانيه، كل شيب الى رايت كنترول سيجنال واحده. بعد ان لا تنسى تختارهن ثمانيتهن. شلون تختارهن؟ بشيب سيلكت واحد. لطالما المايكرو بروسيسور مالتك بنتيوم 2 او بنتيوم برو، يعني معناها لازم عندي ايش قد اني؟ لازم عندي ثمانيه ميموري بانك اكتف. اكتف شلون اكتف؟ لازم اسويهم شيب سيلكت واحد او شيب انيبل واحد، يلا بعدين اولد رايت كنترول سيجنال للاول وللثاني وللثالث وللرابع وصولا الى الثامن. هذا هو المقصود بالجزء الاول من المحاضره رجاء. هذا هو المقصود به. شوف هذا الاكستنشن صار هنا، هذا البنتيوم 2 او بنتيوم برو مثل ما موجود عندك هنا. شوف ايش كاتب، بنتيوم الى بنتيوم 2 مايكرو بروسيسور، طبعا بنتيوم يقصد بنتيوم برو الى بنتيوم 2 مايكرو بروسيسور. لاحظ طلاب شوف كم ميموري بانك هذه، ابدي بيها منين؟ ابدي بيها منه الصفر اولى الثانيه الثالثه الرابعه الخامسه السادسه السابعه الثامنه. زين لان شلون اولد كنترول سيجنال الهن؟ شوف كل ما صار اي شيء عباره عن اكستنشن رجاء، تمدد بالفيجر مالته. شنو التمدد هذا؟ هو هذا التمدد مالته. شوف بس انيبل نوت 1 2 3 4 5 6 7 والميموري رايت لا تنساها، الميموري رايت اللي دخلت شورت باع لها. شوف هاي الشورتات دخلت ويا كل بس انيبل من النوت الى البس انيبل 7. نرجع الى البس انيبل نوت الى 7، منين جبناها؟ 2 اس 3 2 اس 3. منين جبنا الثلاثة؟ الثلاثة عبارة أي نوت؟ أي 1 أي 2 دونت كير بتس. ف 2 اس 3 اعطتني ايش قد؟ اعطتني 8، اعطتني البص انيبل نوت
1 2 3 4 5 6 7 وبالتالي راح اذن راح يتولدن عندي رايت كنترول سيجنال. ايش قد راح يوصل الى رايت كنترول سيجنال نوت الى رايت كنترول سيجنال 7 يعني 8 رايت كنترول سيجنال. اذا طلاب بالامتحان او باي مكان في اي مجال اخر من تقرا الميموري بانك مالتك من تقرا الاورجنايزيشن مالتك عباره عن 64 بت فتحتاج الى ايش قد؟ اربعه راسا 64 بت احتاج الى رايت كنترول سيجنال ايش قد؟ 8 وبالتالي احتاج كم بنك كماكسيمم 8 ميموري بانك. زين من يقول لي الميموري اورجنايزيشن مالتك 32 خلاص 32 ايش قد احتاج اني؟ يعني 32 اقصد اني احكي على الداتا باس دا احكي عليه من على الداتا باس. من تشوف الداتا باس مالتك عباره عن 64 بت خلاص انا لازم الاورجنايزيشن مال الرايت يصير بهالشكل هذا. زين اذا قال لك 32 بت داتا باس للميموري اورجنايزيشن ما لك علاقه بس يقول لك 32 انت تقول 32 منين جايه؟ جايه 8 في 4 8 في 4 انت بتقول 8 يعني تقول سنجل تشيب سايز كل سنجل تشيب سايز توفر لك 8 بت 8 في 4 اذا لازم اولد ايش قد؟ اولد 32 بت. شنو 32 بت هاي منين جايه؟ هاي اللي اولدها فقط لازم اجيب الرايت واولد الباص انيبل نوت الى الباص انيبل ثلاثه منين اجيبها؟ 2 اس ايش قد؟ اس 2 والاثنين هاي منين جايه؟ اي نوت والاي 1 تعطيني رايت كنترول سيجنال. زين قال لك الميموري اورجنايزيشن مالتك عباره عن 16 بت خلاص ال 16 بت ارجع للفيرجن القديم اللي هو شنو هذا الفيرجن القديم؟ ارجع الى توليد الكنترول سيجنال مالتي بهذا الشكل واللي هي اول ما بدينا بالميموري اورجنايزيشن. هذا اللي هو عباره عن فقط الرايت كنترول سيجنال تدخل يمين تدخل البص هاي انيبل اي نوت على متولد لو رايت وهاي رايت. شوف يعني اصل الموضوع منين جاي. اذا توليد الميموري اورجنايزيشن تم بهذا الشكل الميموري رايت اورجنايزيشن يتم بهاي الطريقه. الطريقه جدا سلسه وطريقه جدا سهله وبها اكستنشن وراح نشوف في الجزء الثاني من المحاضره. هاي المحاضره لحد الان تقريبا راح توصل الى 3 4 ساعه فالثلاث اربع ساعه ان شاء الله تكون كافيه لفهم هذا الموضوع. واعتقد هي يعني محاضره احنا يعني مكررينها هي ليست مكرره وانما مستمره محاضره مرتبطه ببعضها فكانت تكون لطيفه انه تفهمها ستيب باي ستيب. بالجزء الثاني من المحاضره راح نشرح طلاب ناخذ اكزامبلز خاص بمن نربط ستاتيك رام المن الى المايكرو بروسيسور. المايكرو بروسيسور منو هذا المايكرو بروسيسور؟ سمول بتستخدم ستاتيك رام سيستم انترفيس المن لل 486 مايكرو بروسيسور راسا 486 SX Audi X موديل مالته اللي قدام شكيت 32 بت. ليش؟ مثل ما شرحنا مثل ما اعطيتكم اياها انا قبل شويه 32 بت 2 8 يعني شقد احتاج؟ احتاج افعل مره واحده 2